إحنا جزء من عالم كبير، الكل بيجري فيه عشان يسبق، يدور على الفرص اللي تحقق طموحه، يستثمر فيها، يشتغل، يكبر وينجح. ولما مصر دخلت السباق بفرص كبيرة، ما كناش نقصد بس كبيرة بقدراتها وإمكانياتها، بتاريخها، بموقعها، بشواطئها وبحرها، بشمسها وجوها، كنا نقصد كمان الأهم، بلد كبيرة بشبابها، بناسها وشعبها، 100 مليون ليهم احتياجاتهم، أفراحهم، أحلامهم وطموحهم. والتحدي كان إزاي تتحول قدراتها وإمكانياتها لفرص واستثمارات حقيقية تليق بمكانتها، والأهم تليق بشعبها. مصر يعني أرض كبيرة ليها طبيعة خاصة، عايز اللي يشوفها بشكل تاني يحلم ويصبر، يزرع ويجني. وإحنا قدرنا نبتدي نغير ونخلق فرص واستثمارات زراعية وسمكية ملهاش حدود. مصر بلد كبيرة بشعبها وناسها، محتاجين كل يوم اللي يفهم مشاكلهم يفكر يخطط ويبني. ومن هنا قدرنا نستغل المساحات الكبيرة ونحولها لفرص جديدة، نغير شكل خريطة بلدنا وخريطة الاستثمار في مصر. ابتدينا الخطوة الأولى بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة واللي هيتنقل فيها كل مؤسسات الدولة، ده غير حي المال والأعمال اللي بيفتح أبواب كبيرة للاستثمار العالمي. وعلى أجمل بحر وشواطئ في العالم بنبني مدينة العالمين، مدينة سياحية بأحدث التصميمات العالمية عشان نفتح أبواب جديدة للسياحة. وفي قلب الجبل شقينا طريق وعملنا المستحيل، من جبل الجلالة عملنا مدينة عالمية بتضم كل الخدمات، منطقة صناعية، جامعة، مصانع بتروكيماويات، محطة لتحلية المية، منتجع سياحي على أعلى مستوى. من هنا، من قناة السويس، أهم مجرى ملاحي تجاري عالمي، حققنا فرص استثمار كبيرة. محور قناة السويس النهاردة بيضم 4 مناطق صناعية ضخمة عشان تخلق كيانات من كل العالم ومجتمعات عمرانية جديدة. ولأننا عارفين إن الوقت من أهم عناصر الاستثمار، قمنا بدورنا بتنفيذ أنفاق قناة السويس واللي بيقلل زمن عبور السيارات من 5 أيام انتظار إلى 20 دقيقة. محور قناة السويس مشروع كبير يليق بحجم مصر وموقعها المميز، ومن موقع مصر لتاريخها العظيم. لما يبقى تاريخنا بيفتخر العالم كله بيه، لازم نفكر إزاي نستثمر فيه ونوصل ببلدنا في يوم إنها تكون من أول اختيارات الدول السياحية. مشروع إنشاء المتحف المصري الجديد واللي هيكون واحد من أكبر متاحف العالم. لما تبقى شايف اللي محدش غيرك قدر يشوفه، تحلم بيه وتشتغل عليه، لازم تنجح. من قلب البحر المتوسط نجحنا إننا نحقق حلم كنا شايفينه، ونطلع كنوز اتحولت لفرص واستثمارات ضخمة، نقلت مصر لمركز إقليمي لتجارة الغاز والبترول، وفتحت أبواب استثمار عالمية ضخمة. مصر بشمسها وجوها اللي مش موجود في أي مكان في العالم. كان لازم لما تعمل محطات توليد كهرباء تبقى الأكبر في العالم. ده غير اقتحام الطاقة النووية بمحطة الضبعة. ومن الاستثمار في الكهرباء للاستثمار في بكرة، في المستقبل، في التعليم. وهو من أكبر فرص الاستثمار اللي بتهتم بيه الدولة المصرية. هنا أولادنا أغلى حاجة في بلدنا، والاستثمار فيهم هو محور تفكيرنا، لأن هم دول مستقبل مصر، ولسه اللي جاي بكرة أكبر. الاستثمار في بكرة أهم أهدافنا، وقبل ما نقدم مصر للعالم كان لازم نقوم بدورنا ونمهد الطريق لكل مستثمر عينه على بلدنا. تطوير مواني ومطارات، والخطوة الأهم
قوانين الاستثمار الجديدة. تم عمل قانون الاستثمار الجديد عشان يساعد المستثمرين في كل المجالات، وأطلقت الخريطة الاستثمارية الشاملة، وتم إنشاء مراكز لخدمات المستثمرين في كل المحافظات، إقامة مناطق حرة ومناطق استثمارية جديدة. مصر بلد بإمكانيات كبيرة، والنهاردة بتفتح الأبواب قدام فرص كبيرة للاستثمار. استثمر في مصر.